سرمين 23/7/2013 نتيجة القصف على مدينة سرمين بالبراميل المتفجرة والقنابل العنقودية والتي راح ضحيتها إلى الآن طفلين وإصابة العديد من الجرحى إصابات خطيرة. حسبنا الله ونعم الوكيل. قصف بالبراميل المتفجرة على مدينة سرمين، إلى الآن إلقاء 5 براميل متفجرة على المدينة، وهذا ما خلفته سقوط إحدى البراميل. الله أكبر، حسبنا الله ونعم الوكيل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله، الله أكبر. الحمد لله.